واحد الدري نهات حياته بسبب الباك. هاد الواقعة هادي اللي قريتها واللي شفتها فريمون دراتني في خاطري، لانه راه علاش هاد البنت لاحت راسها؟ علاش؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه. علاش؟ علاش؟ لان اولا لا بريسيون ديال الوالدين، بعض المرات ما ماشي غنلوم والدين هاد البنت هادي، لان ماشي هي الاولى ولا الاخره اللي طرا لها هاد البلان. راه بزاف اللي داروا هاد القضيه وبزاف اللي انهاو حياتهم بسبب البلان ديالها. وخرجت بواحد الاوديو اللي فريمون كيضر في الخاطر. اجي نسمعوا الاوديو الاخوان. علاش علاش عاش سمعوني، الواقع اللي طرات في اسفي، الواقع ديال البنت اللي نهات حياتها بسبب الباك، هذه خاصكم تحطوا واحد العيبه في دماغاتكم لداخل، باللي راه الباك راه مهم، ولكن راه ماشي حياتك واقفه على الباك. راه الا ما شديتيش الباك صافي، راه حياتك هنا غتوقف. راه عطا الله مثلا ما شديتيش الباك هذا العام، غتشدوا العام اللي من موراه. انا ماشي غادي ندوي معكم بواحد الطريقه اللي نيجاتيف واللعيبات، ولكن انا نهضر معكم انا بصراحه. مثلا انت شديتي الباك، واش باك غتشدو صافي راه البيبان ما عرفت شنو غيتهلا، لان مورا الباك راه عاوتاني راه غيبدا واحد ستاج جديد وفيلم جديد. راه ماشي غتقول صافي انا شديت الباك صافي راه وصلت. لا ما وصلتيش يا صديقي، لان يلاه غتبدا الرحله ديالك الحقيقيه. يعني كيسالي الباك يلاه غدير الرحله ديالك. واش هادي نهاية العالم مثلا ما نجحتيش في الباك؟ واش هادي نهاية العالم مثلا ضبطتي في حالة غش؟ واخا انا ضد الغش بطبيعة الحال وداكشي، ولكن واش هي نهاية العالم؟ لا ماشي نهاية العالم. واش الباك هو الساروت النجاة ديالك؟ اه ولا الباك بطبيعة الحال راه مهم، خص ضروري يكون عندك الباك، ولكن واش يستاهل انه سالي حياتك على وديت الباك؟ لا 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 ما يمكنش. لا لا، حياتك اهم من اي حاجه في اهم من اي بلان. لا الباك لا خدمه لا كلشي، كلشي كيجي. شي دابا هاد البنت طرا على هاد البلان، ضبطات في حاله غش، ضرب بها رابور، تقدر فهمتي دير شي حاجه، تقدر تاخذ استعطاف، تقدر بزاف ديال الامور، تقدر العام الجاي عاوتاني دوز باك وتشد الباك. ولكن هي السرعه، السرعه مشات مسكينه. دابا شوف مشات عند اللي خالقها وقدر الله وما شاء فعل، غير هو علاش نتوما كتحطوا راسكم في هذه لي سيتوياسيون؟ وعاوتاني كنلوم هذا الانسان اللي وصل له ميساج، لان انت فاش كتضبط واحد الانسان في حاله غش ضبطتي، راه هو دار واحد المخالفه، راه دار بلان ما خصوش يدار، ولكن عرفت توصل ليه ميساج، لانه هذاك راه باك، هذاك راه امتحان مصيري. كيشوفوا التلميذ امتحان مصيري. انا نهضر معكم الاخوان كواحد دوز الباك وشديت الباك ومهم ودواس واحد المسار دراسي طويل، وعارف انا شنو كندوي وعارف شنو كنقول. راه الانسان اللي كيدوز الباك والانسان اللي كيمتحن راه كيدوز واحد ستريس واحد لابريسيون. اولا خاصو يثبت راسو، ثانيا خاصو يفرح والديه، وثالثا خاصو يشد داك الباك باي طريقه باش يوصل داكشي اللي هو باغي. فانت فاش كضبطو في حاله غش فاش كيحصل، انت فديك اللحظه حاول انك توصل لي واحد لو ميساج مزيان، ماشي بالضروره تقعد تبعد منه، سير بعد ما تدويش معاه. انت راه ضربتي رابور، ضربتي رابور، او قول لي راه شوف راه هادي راه كدا، راه ان شاء الله من بعد ما تبقاش تعاود هاد البلان، راه ملي ما تبقاش تعاود راه غتعاود دواز. ماشي تقول لي انت راه عمك غدوز مازال، ولا انت عمك غدير شي امتحان مازال. انت ملي كتقول لي بحال هكا راه صافي، راه حطمتي لي جميع الامال ديالو، صافي راه مشيتي. هو راه خطا بطبيعه الحال، والخطا راه هو انه صافي غيسقط، هو هذا هو الخطا الخايب ديال بصح، راه هو السقوط انه صافي راه فهمتي مشى. والبلان الاخر هو انه ما عرفتش واش القانون باقي داك القانون ديال الى ضربتي برابور 50 ما تدوش، يعني ضرب حد ذاته صافي راه عقوبه خايبه. ولكن فهمتي راه الانسان عاوتاني راه عطاو الفرص شويه، وعرفوا دوزوا واحد لو ميساج مزيان. هاي الدريه مسكينه دابا مشات عند اللي خالق، الدريه مشات كدا. انا ما شوف بالنومش داك الانسان اللي ضبطها في حاله غش، لان بزاف الهجوم خداه داك الانسان اللي ضبطها في حاله غش. انا ما غاديش نلومو نهائيا، لان السيد دار خدمته، راه ما يمكنش عاوتاني الا 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 قلنا حنايا ما كانش خصو يحصلها. ايوا شنو خدمته هذيك؟ خدمته الحراسه، خصو يحرس بلادم، اللي دار شي حاجه اللي دار الدم خاصو ديك الساعه يمشي يدير المسائل ديالو، وكتبقى عنده القضيه. راه كاينين بعض الاساتذه اللي كيمشيو كيميكو،
يقدروا يشوفوك كتغاش كتنقول كذا كيقولوا صافي فهمتي كيديروا راسهم بحال ما شافوكش ولكن كاين الاساسيات كيمشيو كيقولك لا راه عاوتاني داك الانسان اللي كان قرا ودمر وكذا راه هاد ويجي واحد غادي اللعبه قاد كافش ديالو قاد المسائل ديالو مشي نقل وينجح راه ما بلانش وانا الصراحه زعما مع الوقت فهمت باللي راه داك الغشاش ما خصوش يدوز خصو يدوز هو داك الانسان اللي تعذب واللي اللي قرا واللي بريبارا وهادشي كامل فهو اللي خاصو يدوز ماشي داك الانسان داكشي علاش الا ضبطتي في حالتك غير خصك تضرب برابور وانا مع القضيه هادي غير هو الحاله النفسيه نعرفوا كيفاش نوصلوا الميساج هذاك ملي كتضبط حتى في حالتك غير نجروك في حال هكا يجي شي واحد يدوي معاك بزاف ديال الامور عاوتاني ما نكونوش عاوتاني جلادين بواحد الطريقه اللي خايبه فهمتي وحاجه اخرى الوالدين هاد البنت فين كانوا هذا هو السؤال اللي بغيت نطرحه انا شخصيا فهمتي راك عندك راي كمواطن مغربي زعما فين هو والدين هاد البنت علاش ما كانش الام ديالها كتسنى ولا الاب ديالها ولا شي حاجه هذا هو السؤال يعني البنت باينه كانت منين دات قدمات على ديك الخطوه راه خصهم يقولوا علاش دارت هذاك البلان علاش مات راسها راه هذا هو السؤال اللي خصو يطرح واش لا بريسون دو والديها واش المجتمع واش علاش لان دابا انت دابا القضيه كتبان دابا هذوك اللي كيدوزوا الباك انت كتبان لك الديبرسيون ديال الامور هي نهار النتائج فاش كيتعلقوا اكيد بزاف اللي صفها راسو من مورا ما عرف راسو سقط في الباك من مورا ما كيجيو النتائج وداك الشيء كيشوف الدراري بحال هكا هذا اللي نجح هذا اللي ما نجحش وكذا فهذاك اللي ما نجحش ملي كيشوف هذوك اللي ناجحين كتجي واحد ديبريسيون واحد الاكتئاب كيقول فهمتي علاش انا ما نجحتش وعلم انه يقدر يكون هذاك خونا راه قرا مزيان داك الشيء ولكن ما حالفوش الحظ فهمتي ما حالفوش الحظ وما نجحش وهذه هي سنه الحياه لان راه ماشي كوشي غادي ينجح وماشي كوشي غادي يشد الباك وكاع علاش ديتي الباك كاين اللي ما شادش الباك وطفرو كاين اللي ما شادش الباك وكتلقاه فهمتي دبال راه شي بوست مزيان ولا شي لعيبه راه كنهضر معاكم هضره الواقع الاخوان راه ما تستسلموش راه كنقول لكم هضره الواقع راه اللي ما شديتيش الباك هذا العام راه تقدر تشدو من بعد وراه ماشي نهايه العالم ما شديتيش هذا العام غير بريباري وبدل المود دو في الستيل ديالك فهمتي التفكير ديالك باش العام اللي من مورا تبدا العام من الاول وانت كتقرا وداك الشيء لان البريباراسيون ديال الباك راه كتبدا من الاول ماشي حتى الشهر الاخر الشهر ولا كذا بريباراسيون كذا من الاول وخص لا بريباراسيون تكون بريباراسيون اشارني والجروب اللي خصك تقرا معاه خصك يكون شي جروب لي فريمون جروب باغي يقرا باغي يخدم ماشي جروب تفليا نتوما مجموعين كاملين مجموعين على الطالعه وشد فيا نشد فيك راه عمركم غديروا شي وزه باش نقول لكم باش نهضر معاكم هضره الواقع وتا دوك القضيه السواه ما تكثروش ما تبريسوش راسكم بقوه السواه راه تقدر انت غير تزطط راسك بوحدك شي الباك لا ماتيير الا عرفتي كيفاش زططها زططها بوحدك بلا ما ترزي والديك في الفلوس وداك الشيء هاد الامور كامله تقراها مع راسك ولا تمشي تقلب على شي دراري مجتهدين ولا شي بنات ديروا شي جروب بيناتكم وبلا تلاقاو وبدا تبريباري هاد الامور كامله فالمهم اللي غادي نخرجوا بهاد العبره من هاد البلان هذا كامل هو الباك راه الا ما شديتيش راه ماشي هي نهايه العالم عندك وماشي هي نهايه الحياه عندك سمع مزيان اخويا انت اللي كتفرج فيه انت اللي كدوز دابا الباك الا ما شديتيش الباك هاد العام راه ماشي نهايه العالم الله يرضي عليك ماشي نهايه العالم راه فهمتي راه الحياه باقي قدامك او ايه راه قاصحه بزاف وكذا ولكن شوف صح الاخطاء اللي درتي الا ضبطتي في حاله غش وضربتي برابور راه ماشي نهايه العالم فهمتي راه كاينين بزاف ديال الوسائل يمكن لك انك فهمتي تتق راسك بهم ولا مشي تطلب الاكاديمي ولا تمشي تطلب الوزاره طلع الامور بزاف فهمتي ولكن ماشي نهايه العالم وتعلم انك ما عمرك خصك تغش ما تغش الغش ما بلاش الاخوان الغش ما بلاش لان كاع اللي غشوا وشدوا الباك او في لافاك او في اي مدرسه كانوا غشاشين ما طفروش اللي كيطفروا من الناس يقراو ومن الناس يبريباراو علاش انا كنقول لكم الغش ما عندكم ما ديروا به راه كنهضر معكم هضره الواقع الغش ما عندو فين وصلكم ما يجيش واحد يقول لك وانت مالك غادي تعد براسك غادي تقرا هادشي كامل وانت سير ضرب لك كتكون فيه شو سير كثر حنا دوزت هاد الامور هادو حنا عارف شنو كنقول اللي سير تقرا صاحبي سير خبط وسير قرا وبريباري وتكرفس والعيبات ونهار غتشد الباك غتحس بحلاوة داكشي كامل غتحس بديك الحلاوة ديال التكرفيس اللي دوزتيها والامور هادو كاملة ف لا رضي عليكم ما تبقاوش تفكروا بهاد الافكار السلبية الا طرا لكم شي بلان بحال هكا راه ماشي نهاية العالم وكنعاودو نقولها
راه كاينين ربي، راه باقي الحياه قدامكم زوينه وطويله، باقي صغار، باقي بزاف ديال الامور ديروها، ماشي ديروا هاد البلا، ما تقدموش على حتى شي خطوه اللي في الاخر غادي ترزيو والديكم. والديكم راه بالمشكل ديال البنت، هما والديها اللي غادي يتعذبوا معاها في الاخر. واش نقول لكم الاخوان، فهادشي اللي كنت من الفيديو كان عجبكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتبارطاجيو الاخوان مع الناس اللي دابا مقبلين على البكالوريا وداكشي. الله يعاونكم.